السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير متابعينا في كل مكان، نرحب بكم في هذا المكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا حلوة وطيبة، وأن يتقبل منا أنه هو المتقبل الكريم وهو الرحمن الرحيم الرزاق العليم الفتاح الكريم. نسأله الخير كل علانيته وسره. اللهم اجمع شملنا ويسر أمرنا واغفر ذنبنا ولم شعثنا يا أرحم الراحمين. نسألك في هذا اليوم أن توفق جميع من يسمعنا ويدعو لنا الخير. طبعا يا جماعة الخير، الشمال اللي تكلمنا عنها في ديرة الدرور اليوم وصلت نشطة أكثر عن أمس وأول أمس. هاي الشمال يا جماعة الخير أو رياح الشمال هذه كانت ضربت في عالينا صوب البحرين والقطيف ومناك، والآن وصلتنا. طبعا وصلت ضعيف شوي، لكن مسوي موي في البحر انزين يا الربع. وكما تلاحظون الشمس اليوم ما شاء الله، الجو حو وايد ونزو. كما تلاحظون بنايات ابو ظبي نشوفها من بعيد يدل على صفاء الجو الحمد لله. ما زلنا معاكم يا اخوة، نشل ونعاني الحضرة. طبعا يا جماعة هذه الحصيلة الأولية للنيسر، الحمد لله النيسر السنة معزم، السنة ما يخوز ما يخف معزم. ما شاء الله يا الخير، ما شاء الله من صباح الله خير. شعري واضح قدامكم، سمكة شعري اكوها ما شاء الله. اصبحنا على نعمة الاسلام وكلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا يا جماعة الخير القمر بعد ضعيف وايد، فوقي بالضبط. الماية الحين شبه واقفة يتسجي. كما تلاحظون يا جماعة الخير اللوه، طير اللوه رد مرة ثانية. شوفوني يا جماعة الخير ردا مرة ثانية بعد ما خلصنا فترة الحضانة، فترة البيض، وقلنا بيبيض في 30 وطافت 30 وباض، والحين رجع مرة ثانية هذا الطاير يدخل الحضور عشان يطعم عياله. زين يا الربع، هذه المعلومات لابد نحن نراقبها دائما. يمكن في كان عددهن اكثر في الحضره اللي هن اللوه، والان طلعا اللي طلع منهن واللي بقى. كما تلاحظون يا جماعه في الصوره شعري يا ابن البراد، ما شاء الله الشعري الغاوي هذا شو هو يا جماعه؟ شعري البر هذا، يا يتلي البر ما زال حي ما شاء الله وسمين. رجعنا يا اخوة الى الفقرة الدفارة، الفقرة اللي اكثر الناس يتابعونها. طبعا يا الربع تغير علينا الهواء وزاد وترس، ما عليكم الخت لهني هني لان عالينا بر. هذا البر اللي عالينا الجزيرة هاي تحمينا من الهواء والامواج. مكان بندر، مكان ما في موخ، البحر هادي وايد. بنستطلع شو فيها الحضرة اليوم ان شاء الله. هذا الهواء اللي انا غير شوية في الاسماك، ان شاء الله تينا اسماك اكثر واحسن وتنوع. نبغي التنوع على اساس تنوع. وشوفوا العيفة يا جماعة، خمس حبات عيفة اظني هذه اللي غفزن عنا امس. اذا لهن نصيب بنصيدهن، واذا ما في نصيب بيظهرن او بيغفزن، نصيب عند الله. طبعا يا جماعة الخير هناك اشوف عجلة لكن ما وضحت شوية، لان البحر شوية اللي هو شوية مسوي وشوشة في البحر. شو عندنا بنقول اليوم؟ ما بنقولكم غير الخير ان شاء الله. الملاحظات في الحساب كثيرة يا جماعة الخير، ما اعرف من اين ابدا. المهم يا جماعة مثل ما تشوفون الجو وايد حلو وسوى براد. طبعا الهواء هذا يابلنا براد وجفاف، جاف في الجو ما في رطوبة. بدأت طلايع الاسماك هناك بدأت تطلع لنا، اتضح ان في بعض الاسماك الكبيرة، لكن لنا الحين ما وضحت شو نوع، ما وضح شو نوع هذا السمك. نتريا على حر من الجمر يقولون، على اساس نشوف نصيبنا اليوم ونصيب عند الله. وكل عند الله زين، اهم شيء الصحه والعافيه والاستمرار يا جماعه في تغطيه الصيد الحضره بشكل يومي. الحمد لله الان من شهر 4 ما وقفنا يوم واحد، نوافيكم بكل شيء مستجد وكل شيء نصيده. يستفيد الناس من موسم، من هذا الموسم، ويتعرفون اكثر على الاسماك اللي توصل الساحل ويصيدها الحضره. طبعا يا جماعه الخير يسالون بعض الجماعه ليش ما في بعض الانواع شنعاد سكيل قباب تبان. لا يا جماعه هذه الاسماك بعيده ما توصل البر. هناك بين الان يا جماعه، شوفوا هناك مجموعه من الاسماك لكنها
بدأت الآن تطلع بسبب وصول الكثافة. إن شاء الله ما بنستعجل، إن شاء الله يكون خير. أعتقد يا جماعة الخير صفرها على شيء أملح على أصفر اللي هو القفدار، ما شاء الله اتحرك الجو شوية وزاد هو وبدأ يدخل القفدار، يدخل ويوصل لين البر، يدور الذرة، يدور الرعي. شو يا جماعة، مجموعة من أسماك القفدار، في مال 5 6 7 ما ندري. هذا الخير يا جماعة الخير، التنوع. قلنا الصياد يحب ان ينوع في الصيد، كل ما كانت السمكة موحدة، الا بعض الاسماك النخبة تكون لو موحدة مثل الحلويو، مثل الشنعد، مثل الاسماك الصافي، الشعري، الهامور، هاي لو موحدة في قيمة اقتصادية. لكن عندنا نحن نتكلم، لان دائما كل نيسر نيب، فيوميين سمك غير النيسر نفرح، لان كثير من العملاء يريدون ينوعون في السمك وياخذون اسماك غير النيسر. طبعا النيسر بينقطع يوم بيبرد، بيزيد البرد، بينقطع النيسر وبيغل، وهذا تلاحظون يا جماعة الآن بدأ يغل النيسر، ويكفي هذه السنة الكميات اللي صدناها كميات كبيرة وايد، والتمديد زادنا بعد خير، ما قصروا أهل الخير، مددوا لنا في موازين أعمالهم. إن شاء الله كل من سعى، كل من أمر، ما نبغي أجرهم يضيع، إن شاء الله عند الله ما بيضيع شيء. بدأت الآن، وهذه اللوهة يا جماعة قلنا لكم اللوهة رجع مرة ثانية ياكل، لأنه خلص فترة الحضانة، وقلنا تبدأ حضانته في 30 الصفري، والحين نحن أظن دخلنا 60. بنشوف الدير اليوم إن شاء الله بنشوف الدير. هو يا جماعة الخير الدور على نفسها معروفة الزريدية، وشوفوا هذا اللي هو السلس المدوخ ظاهر فيه ضربة في وجهه، بدن يعفدن اللي هن العيلة، وقلت لكم بيعفدن ما لهن نصيب. أهم شيء ييمة الزريدي اللي هو راس السمك، بدأ العفد وطلعن طبعا 3 الآن، بقى هنتين إذا بنصيدهن ولا لا، هن 5 كلهن ما يهمنا، المهم إحنا نصيد اللي الله كاتب لنا إن شاء الله لنا، والباقي إن شاء الله بني مرة ثانية ما في مشكلة. اهم شيء انه ما يطول وايد في الحضره، لان السمك يا جماعه اذا كمل اسبوع او اكثر يهزل في الحضره، مثل القرقور يا جماعه، اللي قرقوره متاخر وايد يضعف السمك كانه مسجون، وهذا معروف يا جماعه عند الصيادين، هم يعرفون السمك اذا هزيل ولا سمين على حسب الايام الموجود داخل الحضره او داخل القرقور. هذه معلومات سريعه يا جماعه الخير. الان بداوا يخلصون تسكير الكرافه على السمك، وان شاء الله بنكمل الى الاولية يا جماعة الخير. في اسماك منوعة، في عبود صنقور، وفي خلنا نشوف الحين. يلا شلو يلا شلو 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 كامل كامل، يلا شلو شوي 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 شلو، يلا فوق بسم الله. هي الله هي الله هلي والميه فوق فوق، يلا بچا الحمد لله والشكر، تحملوا من هذا من اللخم، تحملوا الحمد لله. مجموعة من الجش في يمكن 7 8 حبات اللي هو قفدار. شوفوا يا جماعة القفدارة، شوفوا البوز يا جماعة كيف تمده، شوفوا طريقة البوز، طريقة بوزها يمتد البوز يا جماعة يوم ترعى بعد، شوفوا امتداد البوز زين الحمد لله. عبود صنقور بعد موجود، يا سلام، شوفوا 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 الوجه، شوفوا محلات وجهه يا جماعه الخير، الله يا الخير، الحمد لله والشكر. كم حبه يا زريدي يا قفدار؟ في مال 10، في 10، 9، 9 حبات يا جماعة الحمد لله والشكر، بيكملهن إن شاء الله 10 عبيدان. هذا عبيدان يا جماعة، يا اسمي واحد يا جماعة، حلو حلو شكله، والباقي حنذي. جيب هذا انصاري، جيب نغرور صغير هذا، خلي يشوفونه خلق الله. ايوه جيبه، هذا ولد البارحة، يقولون للياهل ولد البارحة والولد الصغير. شو محلات يا جماعة مال السنة، خلنا نسبله يلا
كل يوم نهد يا جماعة، بس ما نصور، قمنا ملينا من تصوير السمك اللي نهده. الآن يا جماعة نحن في المحطة الأخيرة، طبعا البحر المفتوح الخليج كما تلاحظون، شوفوا الحدود هناك يا جماعة، الحدود الرملية تخفف من الموي، موي الشمال، وخاصة وقت الثبر. الحين شوي الماي سجي، وقت الثبر يا جماعة الخير تعتبر الحدود الرملية البحرين هناك حواجز طبيعية تخفف من حدة الأمواج وتقلل من ارتفاعها. نشوف إن شاء الله صيد. عندك أنصاري، أنصاري من المخلصين في الطرد، عق شعري عربي، أمس ناصر عق دبة ماي، ما أعرف كيف أعاقبه، احتمال أسوي له عقاب خفيف شوية، 200 100. ناصر ليش عق دبة ماي أمس؟ الطراد يمشي، شوف بلباس مول، ها كم يريد غرامة؟ 200. خلنا ناخذها يحكم عليه، لانه ما اقدر منهم فيهم الحكم، لازم ايه. شو رايكم يا جماعة؟ شرب دبة ماي وفرها والطراد يمشي، ما اريد افضحه لكن اسوي. يلا شلوا شلوا مرامة يا جماعة، شلوا بسرعة، شلوا بسرعة اخر قرقور، يلا عاشوا. ما بكل يوم العيد يا جماعة، ما بكل يوم الخواهر وبحر بنات، لا يا جماعة، أيام تهويات، أيام شمل. يلا شلوا آخر قرقور، يلا بنروح، تريونا خلق الله. يا سلام يا خير، يا سلام يا الخير، يا سلام سلم، يا سلام سلم، نبى الفكاك، نبى نروح. بچا حضرة ما في خربان، ها زين. يلا بنخلي هاي المنكوبة نشوفها، ما أدري بتتحمل ولا ما تتحمل. أنجزنا الحمد لله المهمة، طلعنا الساعة 6:30 والآن 7:30 وزيادة. هذه أبوظبي قريبة يا جماعة، بنتوكل إن شاء الله على الله، إن شاء الله نوصل بسرعة. نحمد الله سبحانه وتعالى على الوصول. طبعا يا جماعة الخير نعمة تستحق الشكر والحمد، الحمد لله، والنعمة يا جماعة الخير نسأل الله أن تديم علينا الصحة والعافية والرزق. الحمد لله أن رزقنا يجينا من كل مكان ومن كل صوب، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يفضل به عباده. الله يفضلنا معاكم بالخير والنعمة والصحة والعافية. طبعا يا جماعة اليوم أكثر الصيادين تضرروا من الحضور، يمكن نضطرن للحضور، ما في نيسر اليوم، كل يوم تشوفون مجموعة كبيرة هني من هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تلاحظون يا جماعة أبو عبد الله يتبرض على اليهال ويجيب لهم السمك، زين أبو عبد الله وايد أجوك تتعاطف مع اليهالو. ايه شو اليوم بتشتري؟ اليوم اضطريت لا ابوي، اليوم ارتفع النيسر من 100 200 200 وصل. خلاص سكرت الخضار؟ لا ضرب هو كسر الدنيا. يا ها اخذت كله ابو عبد الله؟ هذا قبوبنا هاي الحمد لله. يا الله ما شاء الله، مال منو هذا؟ ترى يوم نسوق حق شيء نراويهم خير ابو ظبي، الناس تقربوا. لا لا هذا الرجل صالح؟ ها؟ رجل صالح؟ اظني هي الرجل الصالح. زين اشوف الصافي بدا يسمن فيه. يا شو سمن يا ريال، هذا هو الصافي، صافي ابو ظبي هذا ما
الله. هذا الحجم هذا. وعندكم وعندك هذا الزريد اليوم نمره واحد، رقم واحد. شالت لنا الشمال، شالت لنا الشمال. دخل دخل دخل، نعم دخل.